النهاية هذه الأيامات هذه في هذه الدوشة القائمة سمعت السي نبيل بن عبد الله تيقول حنا مستعدين لمغادرة الحكومة. عيطت عليه قلت له علاش كتقول هذا الكلام السي نبيل؟ قال لي أنا ماشي هادشي اللي قلتها اللي قلت، أنا بغي نقول للسي نبيل اطمئن راك متحالف مع رجال. كيفاش هادشي هذا؟ هذا كلام ما غنتخلاوش على من وفى لنا ابدا، وحتى من اللي يوفي لنا حنا سنبقى ملتزمين بمبادئنا لانه هي اللي مهمه عندنا وهي ضمان مستقبلنا. المواقع الاخوان راه كتمشي وكتجي، واش المواقع واش المواقع خالده ولا مكتوبه في التوراة ولا في الانجيل؟ غير صحيح، المواقع كتمشي المواقع كتجي، ولكن إذا كتذكروا داكشي اللي كنا كنقراو على السيد قطب رحمه الله، إذا كتذكروا من اللي كان كيقول هادشي اللي كنقولوا هو عرائس مونيكات، ولكن هذه العرائس إذا يعني ضحينا بأنفسنا في سبيلها تخرج الحياة منا لتدخل إليها فتهتز فوق الأرض حياةً.